معكم يوسف عبد الرحيم خياط ديال الجل. عندي في هذه المهنه تقريبا شي 16 عام فاش دوزنا في هذا المحل، وكنصايبوا جميع المسائل ديال الجل، الخياطه والفصاله السراول الفيستات لي مونطون، كلشي المسائل ديال الجل كنخدموها في هذا الدومين ديالنا. كنخدموا بجوج كلشي الالوان كنخدموهم، واللي كاليتي كنخدموا البروميير كاليتي بزاف، وكنخدموا دوزيام كاليتي على حساب الثمن ديال الكليان اللي بغا. الفرق بيناتهم الثمن، كيكون الثمن زيد شويه بروميير كاليتي على الدوزيام كاليتي. كاين الانسان اللي ما عندوش كيقول لك انا ندير الدوزيام كاليتي. الجاكيطه ديال الجلد تقريبا كتشد 24 ساعه باش الفصاله والخياطه وكلشي. الصناف ديال الجلد معروفه، كاين الطانه ديال المعزي، هذا الدان كنخدموا منه الدان، هذا كنخدموا بزاف قوي مجاد ديال الدان كنخدموه في الصيف معروف في الالوان. وكاين سيدي هذا موديل، هذا الجلد ديال الطانه ديال الحولي، هذا كنخدموا منه الجاكيطات، كنخدموا منه السراول، كنخدموا منه المنطوات على حساب الكليان. الموديل اللي طلب لنا الكليان كيجيب الموديل ديالو، كنخدموا ليه اي نوع جابو كنخدموا ليه، في اي موديل جابو كنوجدوا ليه. كاين النوع الثالث هو الجلد ديال البكري، هذاك معروف كنديروا فيه البلوزون ديال لي موطار، كنديروا فيه السراول، كنديروا فيه بزاف د الحوايج على حساب لي كوموند ديال الكليان. الانواع اللي كتصلح الشاه هذا مطريطي، هذا الجلد ديال الموطو مطريطي ديال الغنمي مطريطي، كيبقى طيح الشاه ما كيوقع ليه والو. هذا الدان شويه كيشرب الماء ما كيبغيش، هذا كيتخدم بزاف في الصيف، كنديروا فيه لي شوميز لي بونطالون بزاف حساب اللي بغى الكليان ديال اللي بغى يطلبوا كنصايبوا ليه. بالنسبه للمواد الاوليه كلشي غلا، دابا الجلد غلا والمواد غلا، ولينا كلشي كيجي من برا بالحكم زاد المازوت، لان كلشي دابا غلا علينا. والسلعه دابا فاش خدامين حنا خدامين غير بشويه ستوك عندنا قديم شويه كنخدموا به، اما هادشي دابا اللي جديد تكوموندي شي حاجه تزادت علينا دوبل الثمن. ماشي في الصفعه ديالكم، ماشي في عطنا نشريو دابا السلعه ونبيعو، الثمن شويه طيح، حتى الثمن السوق ما كيعاونش، السوق طيح شويه في الثمن، كتزيد على الكليان. الكليان هو اللي فتي ليه واحد الثمن خصك تمشي معاه الثمن باش كيخدم ليه. الكليان اللي كيجيب لنا الموديل ديالو كنصايبو ليه، يعني كيجيب الموديل ديالو سبيسيال شاري من تما كنخدمو ليه، هنا كنديرو ليه في اللون اللي بغا هو، العبار اللي بغا هو ديالو كنصايبو ليه. كاين اللي من اخيرا سيدي كنشكركم وكنشكرو الناس اللي مسؤولين على هذا الميدان يعاونونا شويه ويشوفوا من حالنا. السلام المسؤولين هما يعاونوا الصانع شويه يشوفوا من حالو ويعطيو شويه الدعم باش يوقف على رجليه، راه الناس كرفصات في هاد كورونا. المحل ديالنا كيتوجد في مدينه الصويره، المدينه العتيقه اللي معروفه بالجلد، عندها تاريخ في الجلد. باب رقم واحد، باب دكالة، مدينة الصويرة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.